نزار الشعري، بعد إعلان ترشحك لرئاسة الجمهورية، عندك أمل تكون رئيس لتونس؟ نعم. هل تقبل بمنصب وزير نزار الشعري؟ لا. نزار الشعري ممكن وتحت أي ظرف معين أن تطلب يوما ما لجوء من تونس؟ لا. نزار الشعري ما جاش نهار وقلت أنا شو نعمل في السياسة؟ لا. خممتش نهار ترجع ببلاتو في التلفزة؟ لا. ما جاكش حتى عرض إعلامي؟ نعم. شكرا نزار الشعري.